بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله العلي العظيم. من وحي هذه الآية المباركة صار في شيء اسمه مائدة الإمام زين العابدين عليه السلام لإطعام الفقراء والمساكين. ونحن ولله الحمد مدينة صور هيدي للسنة الرابعة على التوالي بنقوم بهذا المشروع اللي هو معني بالفقراء الصائمين وبالفقراء المعوزين، وبتوصلهم الحصة. وهذا أهمية هذا المشروع، إنه هيدي الحصة بدل ما الفقير يجي وتروح ما يدوسه لحتى ياخذ هيدي الحصة أو لحتى ياخذ المعونة اللي قاله، لا نحن بندق على بابه. الإخوان في مجموعة من الإخوان تبرعت وتطوعت كل شهر رمضان هي تجيب هيدي الحصص وتوضبها مثل ما عم تشوفوا هلا، توضبها وتوصلها على البيوت، على كل بيت بيته بيندق وتوصله هيدي الحصه. طبعا من مشروع المائده ببدايه الشهر في حصه تمويليه اللي بيعتازها الصائم كل شهر رمضان، بتوزع على مرتين اول الشهر وبنص الشهر، وكرتونة بطاطا وبصل مثل ما عم تشوفوا بالصور، وبصير بشكل يومي يتوزع على الفقراء حصة الفرطوش ولحمة أو دجاج. طبعا هيدا المشروع قائم هيدي السنة الرابعة على التوالي بمساهمة الخيرين. ونحن هلا ببداية شهر رمضان بنعاد على جميع المسلمين إن شاء الله وعلى كل اللبنانية بالخير والبركة. بنوجه يعني نداء إذا صح التعبير لكل الخيرين انه هيدا مركز لاستقبال التبرعات الماليه والعينيه لحتى يكونوا مشاركين ويكونوا جزء في انجاح هيدا المشروع. بقلب مدينه صور فيما يقارب 300 عائله عم تتوزع لها هيدا القصص، 300 عائله فقيره، فبنتمنى الكل يكون مساهم ومشارك في اطعام وادخال الفرحه والسرور لهيدي العائلات الفقيره والمعوزه. وبالنهايه المكان اللي هو المعني بالاستقبال هو باحة عاشوراء بمدينة صور مقابل مدرسة صور الرسمية، فنحن منتظرين أهل الخير وكل عام وأنتم بألف.